معنا من رام الله مراسلنا عميد شحادة، ومن عمان مراسلنا ليث الجبور. ليث، لو بدأت معك، هل يعرف ما الذي حمله الصفدي إلى محمود عباس؟ وائل، واضح أن الملك عبد الله الثاني غاضب جدا من خطوة الضم. الملك يعتبر الخطوة خطيرة جدا على أمن الأردن وسيادته، خاصة أنه يربط المملكة بالأراضي الفلسطينية، أكبر حدود برية. هذا من جانب. من جانب آخر، العاهل الأردني على مدى الأسبوعين الماضيين أصبح يوميا يجتمع بعدد من الجهات الأوروبية والأمريكية، وتحديدا بالأمس كان قد اجتمع عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وأكد أن الأردن لن يمرر خطوة الضم دون رد، وأكد أن الضم أو أن رد الأردني سيكون مختلفا عن الرد على أي خطوات سابقة، لربما في إشارة إلى أن الأردن اليوم يضغط باتجاه إنهاء اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين عام 1994. لذلك كل الخطوات الأمريكية تقابلها لربما أو ستقابلها خطوات أردنية، هذا ما أكده هو العاهل الأردني، هذا ما أكده وزير الخارجية الذي يكثف كذلك اتصالاته مع الوزراء الأوروبيين والأمريكي والتركي، هذا ما تؤكده كذلك الحكومة من خلال تغريدات لرئيس الوزراء عمر الرزاز. لذلك اليوم يجمع كثيرون على أن الأردن يمتلك أوراق ضغط، من أهمها قطع العلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى إيقاف العلاقات التجارية لربما أبرزها صفقة القرن، إضافة إلى اتفاقية السلام. كل هذا لربما اليوم الأردن يسير به مع عدد من الدول التي تدعمه وباتجاه القرارات الشرعية الدولية، لكن الاحتلال واضح أنه ما زال حتى اليوم يلقي التهديدات. عميد شحادة في رام الله، ربما الفلسطينيون يحتاجون هذا الدعم الأردني وهم في وضع صعب، ربما بلغ الأمر بالرئيس محمود عباس أن قيد تحركاته حتى. صحيح، قبل قليل انتهى الاجتماع بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والرئيس الفلسطيني محمود عباس. صحيح أننا لم نتمكن من الوصول إلى المقاطعة بسبب إجراءات أمنية مشددة، ولكن تمكنا من توصيل سؤال لوزير الخارجية الأردني عندما خرج من الاجتماع. قال إن هذه الزيارة هي ليست موقف طارئ للأردن في دعم الفلسطينيين، هو الموقف الثابت للأردن ولملك الأردن في دعم القضية الفلسطينية والرفض سواء المخططات الجزئية لضم الضفة الغربية أو الكلية التي يروج لها نتنياهو، وبالتالي هو تعبير عن موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية، كما قال الصفدي في تصريح للتلفزيون العربي، هذا موقف ثابت بالنسبة لهم وليس موقف طارئ متعلق بخطط الضم. ما يجري أن الزيارة بحد ذاتها هي الموقف، هذا على ما يبدو. وجود وزير الخارجية الأردني هنا هو أهم حتى من الرسائل التي جاء بها. مجرد وجوده، وهذا ما تعتبره السلطة الفلسطينية، أن يأتي إلى رام الله في الوقت الذي قرر فيه محمود عباس أنه لا يريد أن يسافر، لأن السفر بحاجة إلى تنسيق مع الإسرائيليين، ومع تدخل طرف ثالث يقنع الرئيس عباس إذا أراد أن يسافر هنا أو هناك فإن الطرف الثالث سينسق له، ولكنه رفض ذلك. وبالتالي على ما أعتقد الأردن ومصر يعرفون هذا الأمر، كان نحن علمنا به اليوم أن الرئيس لا يريد أن يسافر، ولكن الأردن ومصر تعلم، وبالتالي جاء وزير الخارجية إلى الرئيس هنا لكي يعبر عن الموقف الأردني من القضية الفلسطينية ورفض الضم، ولكي يكون هناك تنسيق في المواقف المشتركة، بما أن خطة الضم التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية اقترب موعدها في تموز، وبالتالي هناك التوصيات بأن يكون هناك تنسيق مشترك بين الفلسطينيين والأردنيين ليكون موقف موحد في مواجهة هذه الخطة. شكرا جزيلا عميد شحادة في رام الله وليث الجبور في عمان. نواصل نقاش الموضوع نفسه، معنا من رام الله أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. سيد مجدلاني، مع اقتراب تطبيق الحكومة الإسرائيلية لخطة الضم، ما الخيارات المتاحة أمام منظمة التحرير والسلطة حاليا؟ يعني احنا لسنا محصورين في خيار واحد في إطار المواجهة لإفشال وإسقاط هذا المشروع، ونتنياهو يعني هو يعني يخطئ تماما إذا اعتقد أنه من الممكن بأي إجراء يستطيع أن يفرض على الشعب الفلسطيني الخيار الذي يريد والخيار الذي يريحه، خاصة أن الضم هو حاجة شخصية لنتنياهو وحاجة شخصية أيضا لترامب قبل الانتخابات الإسرائيلية الأمريكية القادمة. نتنياهو يريد
تسابق أن يسابق الزمن والوقت حتى يفرض وقائع مادية على الأرض قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض، لأن المؤشرات تؤكد أن إمكانية إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية قد تكون صعبة للغاية، وبالتالي هو يريد أن يستغل هذا الموقف. وترامب أيضا الضم بالنسبة له حاجة ضرورية من أجل الحفاظ على دعم حسب وعلى تماسك معسكر الأفنجليكان. فإن إدارة ترامب تعارض حتى الآن موضوع الضم، طالبت من الإسرائيليين التمهل، وهناك حتى خلافات داخل الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وغانتس. هل أنتم كفلسطينيين تضعون أي تعولون بأي شكل من الأشكال على هذه الخلافات أم لا؟ يعني هذا السؤال خليني أوضح التالي. أولا لا خلاف بين غانتس ونتنياهو على مبدأ الضم، ولا خلاف بين الإدارة الأمريكية صاحبة مشروع الضم الأساسي في الخطة الأمريكية المسمى صفقة القرن، هي مكون أساسي من مكونات الخطة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تريد توافق ما بين الحزبين الرئيسيين المشكلين للحكومة حتى تعطي الضوء الأخضر للضم، والحزبان الرئيسيان أزرق وأبيض والليكود مختلفان على الضم على أساس أن على التوقيت والمساحة، وأيضا مختلفين أن حزب أزرق أبيض يريد أن يكون هناك موافقة كاملة على الخطة الأمريكية، في حين أن نتنياهو يريد أن يوافق على ما يريد من الخطة بشكل انتقائي وهو الضم، ولا يريد أن يوافق على الخطة بما تتضمنه هذه الخطة من ما يسمى دولة فلسطينية وهي ليست بالدولة. لكن الخلافات بين الطرفين ليست على مبدأ الضم، وإنما هي على مبدأ مساحة الضم، وأيضا على أساس كمنظمة تحرير وكسلطة فلسطينية كيف تنظرون إلى المواقف العربية؟ اليوم وزير الخارجية الأردني كان في رام الله ويبدو أنه نقل رسالة دعم قوية من العاهل الأردني، ماذا عن بقية المواقف العربية؟ يعني أولا دعني أشير أن يعني مجرد الزيارة هي رسالة هامة في حد ذاتها، رسالة تعبر عن الموقف المشترك الفلسطيني الأردني، وعلى مستوى التنسيق العالي ما بين القيادتين في المملكة الأردنية الهاشمية والقيادة الفلسطينية. هذا الموقف اللي عبرت عنه الأردن وهو رسالة لإسرائيل أيضا بالدرجة الأساسية وللولايات المتحدة الأمريكية، أن الأردن يرفض صفقة القرن، يرفض مشروع الضم الإسرائيلي، وهي ومضمون هذه الرسالة أن إسرائيل لا تستطيع أن تحتفظ بالأرض والسلام في آن معا، وأن الضم من شأنه أن يقود اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية التي جاءت في سياق عملية سياسية لإحلال السلام في المنطقة، وعلى قاعدة الانسحاب مقابل الاعتراف وعلى مقابل السلام في المنطقة. وبالتالي الموقف الأردني هو موقف الحقيقة يشكل دعما مشتركا وموقفا مشتركا يعني بيننا وماذا عن بقية المواقف العربية سيد مجدلاني؟ هناك يقال أن هناك دول عربية ليس فقط صامتة وإنما تدعم الخطة الضم إلى هذا الحد. احنا للاسف الشديد يعني في بعض المواقف العربيه مخجله مثلا، وبالتالي البعض يعني عبر امام اول امس امام الاجتماع اللجنه الامريكيه اليهوديه في الولايات المتحده عن موقف الحقيقه دعني اكمل انا، انت اذا بدك يعني اقول لك الامارات راح اقول لك الامارات انور قرقاش، يعني مش هون الموضوع يا اخي، خليك معي. يعني احنا بهمنا الموقف الذي يريد استبدال الانسحاب مقابل التطبيع، واستبدال وقف الضم مقابل التطبيع، او انه بالرسالة التي ارسلها وزير الشؤون الخارجية الاماراتي بهذا الاجتماع
أن رغم موقف الإمارات الرافض للضم والرافض واعترافه بحق الفلسطينيين في دولة حدود الرابع من حزيران بما فيها القدس الشرقية، فأن هذا لا يمنع استمرار العلاقات والتعاطي مع إسرائيل. أنا أعتقد أن هذا الموقف هو تراجع عن مبادرة السلام العربية اللي أقرتها القمة العربية عام 2002 في بيروت، واللي أكدت عليها كل القمم العربية اللاحقة، وهو تشجيع لإسرائيل للمضي قدما بالضم على قاعدة أنه من الممكن أن تحصل إسرائيل على الأرض والسلام في آن والتطبيع والسلام في آن مع البلدان العربية. هذا الموقف بالتأكيد لا يتفق مع أيضا العديد من البلدان العربية الأخرى، وبالتالي إحنا القيادة الفلسطينية ستتوجه بالدعوة إلى لمؤتمر قمة عربية، وهي مستحقة هذه القمة وتأخرت بفعل جائحة كورونا، ومن الممكن عقد هذه القمة بوسائل استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة كما تجري كل الاجتماعات العربية والدولية في آن ما. شكرا جزيلا أحمد مجدلاني، عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.